هاي عشان عويش نويت الله بيض وجه البنت والربع باتوا على ندمه. والله ما أدري ما أدري، سالفة بدوان ومصري بتخوف. انت وش اللي شغلك بسالفتهم؟ اللي مشغلني مالي وحلالي، دفنت بباطن الأرض ويد البواقين طالوا. وانت الصادق هامل اللي طالهم ما هو البواقين. وش تقصدي؟ يجوز ان اللي يقولوا عن حظه وبخته صحيح؟ يعني تقصدي ان حظه يجيب لنا المال؟ انا ما قلت، انت سمعت. تدري ان كان هذا الكلام صحيح على هذا الولد انا ادفع مهره. الزوم نتوكد. شلون؟ نروح يمهم ونتوكد. عشام وين رايح؟ بدي اروح امن المال والحلال قبل نمشي. نمشي وين؟ يم دير الصوار، بدي اروح اتوكل من سالفة ولده. الليلة؟ الليلة امن المال والحلال، وباكر الصبح ناخذ دربنا عليهم. وان كان سالفة الولد صدق ترى ما نعود لجيرتنا الا وهو نسيبنا. نسيبنا بمن؟ شهيلة ولا شاهة؟